ابوي اشتغل يسعد وفد كلية الهندسة أن يقدم لكم ثمرة الكشفي في المهرجان الرابع للفنون والأسمار بمدة من 30 إلى 35 دقيقة. بالغيوم وخوف يملأ القلوب. سماء ملبده بالغيوم، هذا خير دليل على هطول المطر. ها قد غابت الشمس، ومن قال ان الغروب كئيب؟ سيحل الليل بظلمته الموحشه. اعلم ان الظلام موحش، لكن الليل مؤنس للوحده. انظر في المراه. لا انظر في المراه يا عرس. غابت الشمس، غابت الشمس، لا احب الافلين. لما تختفي ملامح النهار فجأة وبدون استئذان؟ الظلام موحش. أعلم أن الظلام موحش، ولكن الليل، ولكن الليل يؤنس وحدتي. أنت موهوم بل موعود. موعود؟ موعود بوعد باطل بل بحلم عادل. هذا وهم قاتل. كفى، صوتان يتصارعان في عقلي وكأنه ساحة لنزالهما. أرجوكما كفى. المرايا وشوش كتير والششايل كل خير. المرايا وشوش كتير والششايل كل خير. وش موت الكل غير، وش لدوها سير. وش موت الكل غير، وش لدوها سير. وش لدوها سير. لا 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 لا. خلاص دقت دبول الحرب بين الحق والباطل. وعد وجودة ولا فينا كان نازل. خلاص دقت دبول الحرب بين والباطل. وعد وحلم تولى وهمه في مكان هادل. يا سجين الهوى، يا أسير السراب. وهمه فاكره جنة وهو أصلا عذاب. يا سجين الهوى، يا أسير السراب. وهمه فاكره جنة وهو أصلا عذاب. وحرس الدنيا تجري وراه يوقع فيك ولا تعلم. ده اللي يقرص التعبان من رعبه ويخاف من الحق. وحرس الدنيا تجري وراه يوقع فيك ولا تعلم. ده اللي يقرص التعبان من رعبه ويخاف من الحق. يا سجين الهوى، يا أسير السراب. وهمه فاكره جنة وهو أصلا عذاب. يا سجين الهوى، يا أسير السراب. وهمه فاكره جنة وهو أصلا عذاب. يا سجين الهوى، يا أسير السراب. وهمه فاكره جنة وهو أصلا عذاب. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. التفت للمرآة يا أنس، إلى أين أنت ذاهب؟ إني ذاهب لأداء صلاة الفجر. أيوكل،
أيعقل أن تترك فراشك الدافئ وتذهب إلى الصلاة في هذا الجو القارس؟ أستغفر الله العظيم، أستغفر الله العظيم. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. طفل مبارك نشأ في أحضان المسجد وترعرع على كتاب الله، جذور إيمانه راسخة قوية، لكن أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ فهل سيتركه هذا العدو الخفي؟ التفت للمرآة يا أنس، أتذهب لقراءة بعض الكلمات وتترك أكرانك يلهون ويمرحون؟ انظر في المرآة يا أنس. استغفر الله العظيم. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا بني، طارب وقتكم علي. بصورة يوسف. بسم الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي إن ربي رحيم غفور. ضد الله. إن ربي غفور رحيم. ضد الله يا ولدي، إنها مرض. إذن وما عليك من المراجعة؟ سورة الأنبياء يا شيخ. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فاستجبنا له وكشفنا ما به من ضر وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. بارك الله فيك يا أنجب الطلاب. شكرا يا شكرا. حتى لو تعلم من قصتي يوسف وأيوب عليهم السلام، فإني أوصيك يا ولدي أن تكون كيوسف فتحضر نفسك الأمارة بالسوء حين تقبل عليك الدنيا بزهوتها، وأن تكون كأيوب في صبري على البلاء حين تقبل عليك الدنيا وتوليك ظهرها. وتذكر أن خير الخطائين التوابون يا أنا. خير الخطائين ماذا؟ التوابون. وتمر الأيام وكبر صاحبه، كان طفلا وصار مراهقا، فقد انتهى من جامعته وعلى أعتاب خدمته العسكرية. عقبة الأحلام، ينتظر بفارغ الصبر أن ينتهي منها فيشرف في تحقيق أحلامه، العمل في مكان مميز، الحصول على مسكن راق، والزواج ممن اختارها قلب. لا 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 هو بلادنا حماس بلودنا دماء كلنا وفاء هو قلوبنا وفاء كلنا انتماء نقوم للفداء. لا 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 دايماً الحرية نصيب الهمام. جواك يا بلادي نعيش في سلام، دايماً الحرية نصيب الهمام. جوايا عز بمكانتي يرفقني في حسابي مهما طالت سنين، عشي ليكي بلادي عايش جوايا خالد ما فيها زوال. لا 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 Shame.
شهيد للوطن يعيش في جنة الله للأبد. احنا عظام جوانا حكايات نحكيها لسنين. يا أمي ابنك شهيد للوطن يعيش في جنة الله للأبد. احنا عظام جوانا حكايات نحكيها لسنين. يا دراجون يا نبي اهتفت للمرايات يا أنس راكب جيدا. كم هي جميلة تلك الفتاة. انظر في المرايا يا أنس فخير الخطائين التوابون. استغفر الله العظيم. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة. نحن الآن في فترة القوة، فترة الشباب، عنفوان الحياة وصخب الأحلام المزدحمة في أهم مراحل الإنسان. وينتظر صاحبنا بفارغ الصبر كي يحقق أحلامه. أخيرا خلصنا مركز تدريب ودرجات قوة أساسية. 365 يوم يا ميري وأنام في سريري. أهم حاجة إننا خلصنا من السلعة بعالي بتاع مركز التدريب. كل العساكر بتجمع هيني. شايف اللي أنا شايفه؟ هو بكرشه بشنبه. ده لو امي داعي عليا مش هيحصل كده. الخطوه السريعه ايش معايا عسكري. انت يا ميمو انت ساحر. اثبت يا عسكري. كتيبه اتبع كتيبه زبر كتيبه زبر. ايه اهم قواعد الدش التركيز والانتباه. احب اعرفكم بنفسي انا السلعه بعال، واللي ما سمعش عن السلعه بعال يبقى ما دخلش ديش قبل كده. وشكله كيوت خالص. احنا هنشوف ايام سودة في اي. انتوا مش منضبطين كده لاي. اهم حاجة عندي الانضباط ثم الانضباط عشان اللي هلمحه همرجح. خلي بالك اللي دورك بقى التماميم. واللي هدوره هعوره. كل واحد فيكم بقى يقول لي هو كان شغال اي قبل ما يعدي. انت يا عسكري اسمك اي. خليفة بيه. وبتشتغل اي. ورجل بيه. يعني. مش الأوراق. مش الأوراق. يا أهلا وسهلا. سعد وأنس. باشا مصر. عظمت. بردك هركبكم ودخلت السيل. اسمك أي عسكر؟ ميمو. ميمي؟ إيه ميمي دي؟ هو اللي بسألك على اسم الكلب بتاعك؟ اسمك أي عسكر؟ حمادة حمدي حمودة وبيقول لي يا ميمو. كمان جدك اسمه حمودة؟ يا حلاوة يا ولا. أنت منين؟ من إيجيب. يا حلاوة يا ولا. وبتشتغل أي عسكر؟ برب كمال أجسام، طلع عضلات. عضلات؟ داري اللي هطلع لك عضلات في وشك يا عسكري يا نيم رمت. هاتوه، دوروا على المكتب. أنتوا واخديني على فين يا وحشين؟ انا اكلم مامي اتكلم عمو الظابط ينقلني مع العساكر السكرتاريه. يا طايدنا يا دنيا مش وانا ما حملتش كل شايف الكوباية
ومشاقها بحلوها ومرها. اخيرا خلصنا جيش. والله كلكم هتوحشوني، حتى الصول عبو علي المفتري والواد ميمو تلوتو ده. وانت كمان هتوحشني يا سعد، وانت يا ميسي يا جميلة. يلا بطل تنزيه بقى. واخيرا انتهى المتهادلون من اداء خدمتهم العسكرية، وبدأ صاحبنا في شق طريقه وهو يظن انه انتهى من معقباته، وبدأ في البحث عن العمل لكن بدون جدوى. الوهم. انك لموهوم يا انس. الموعود فقط اسم. وبعد مدة طويلة رزقه الله عملا لم يكن الراتب نصف ما توقع، لكنه افضل من لا شيء. وانهمك صاحبنا في العمل وهو يقضي فيه كل يومه وبالكاد يستريح، يستنسخ كل يوم كي يدور في حلقة الحياة. فاليوم كالبارحة والغد أشبه باليوم، لا يملك وقتا يستريح، لا يملك وقتا كي يعيش، كل هذا مقابل أجر أقل بكثير مما يستحق. التفت للمرآة يا أنس. ألا زلت تعاند؟ سنتان من العمل فهل كفاك؟ هل اقتنيت منزلا راقيا؟ هل تزوجت ممن تحب؟ تذكر ماذا جرى من والديها ذلك اليوم؟ بص يا ابني، احنا بنشتري راجل. مرعي. بهيجة. مرعي. بهيجة. بص يا الدلعي، انا بنتي لازم يجي لها شبكة زي بنت خالتها بالظبط، وتجيب لها بيت في الحتة الحلوة النظيفة دي اسمها فاونتن فيو. قصدك فاونتن فيو؟ ايوه هي دي يا الدلعي. اشوف لكم عريس تاني بقى. الوهم. انك لموهوم يا انس. انها مجرد عقبات واحلام، انها مجرد عقبات في طريقي واحلامي. احلام؟ احلام. اما ترى معي انك تسير نحو سراب، سراب تظنه حلما، حتى اذا جئته لن تجد شيئا. اجبني. انظر في المراه يا انس، فانك موعود وان وعد الله حق، فقط صبر جميل والله المستعان. الله المستعان. الحياة، العمر، وأنت كنبتة صبار حين خرجت إلى الدنيا لتجد نفسها بين ظروف قاسية وبيئة مؤلمة، تتوق بين الحين والآخر لقليل من الماء، وإلى أن يهطل المطر فهي واقعة تحت اختبار شمس حارقة وريح عاصفة وليل بارد. كل هذا وتبقى نبتة الصبار صامدة قوية راسخة أبية، فهل سيصمد صاحبنا أم ستهوى به الريح في مكان سحيق؟ بفرائك رحلوا مشتاقة ودايبة دوم، يا ليالي بغالي ما كفاية اليوم هروب. بفرائك رحلوا مشتاقة ودايبة دوم، يا ليالي بغالي بيخلي الدنيا معنا.
خواتي احلامي وياتي دايما انا معادي ربنا جمعنا وعشقتك يا اللي حضرتك اللي كنت قدامي عن كل اللي حصل ده، اتفضل امشي من قدامي دلوقتي. اعمل ايه يا رب؟ كل الظروف ضدي، كل حاجه بتخبط فيا. يا صديقي من؟ انا هنا صديقك. التفت للمرآه يا انس، لقد جئت لأواسيك في محنتك تلك، فهذا دور الصداقه. ساخرجك من محنتك وسوف ادلك. اجل، اني بحاجه الى من يدلني. محنتك يا انس، محنتك أنك تحتاج إلى المال. أجل، وما الحل؟ في مكان عملك حيث تتراكم البضائع في المخازن، وهناك بنود التوريد، فيمكنك التلاعب في بعض منها، فأنت لك سلطة هناك. يمكنك التلاعب في قليل منها، في قليل منها يا أنس، دون أن يشعر أحد. كلا، أتريدون أن أسرق؟ معاذ الله، أنا لم أكن تسرق، فهذا نصيبك، وسأبرهن لك. هل يعطيك صاحب العمل ما تستحق نظير عملك؟ ها؟ أجبني؟ لا، لا يعطيني. إذن فهذا نصيبك، لا تكن على ضلال مبين يا أنس. يا رجل، أجئتني بالحق يا من أنت من اللاعبين. الحق لا تقل تلك الكلمة، فقد قل جئتك بما يفيدك، بما يفيدك يا أنس. تعال يا أنس، تعال ولا تلتفت للمرآة، بل حان وقت النظر إليها. حان وقت النظر إلى مرآتي بالحقيقية يا أنس. والشموذ لا يا أنس، لا يا أنس، لا تنظر هناك، انظر هنا، انظر إليه يا أنس. وش للتواسير تجني مالا كثيرا، فقط انزع من قلبك كل شفقة أو رحمة، وستأخذ نصيبك من الدنيا. يا أستاذ أنس، يا أستاذ أنس، في بند توقيت جه امبارح وأنا ماضي على البضاعة كلها، جيت الصبح ما لقيتهاش. بسأل حضرتك دفعت بسواد الليل، يمكن تكون خدتها. ما حصلش الكلام ده. أبوس إيدك ساعدني، أنا كده هتسجن وولادي هيتشردوا. وأنا أعمل لك إيه؟ قلت لك ما حصلش الكلام ده. قد وصلت لقاع بئر مظلمة، بل إلى سماء المجد وسلم الطموح، وإني لم أعد أحتمل كلامك ولا فلسفتك، فقد أصبحت أملك الكثير، أصبحت أملك منزلاً راقياً، أصبحت أملك صهري، أصبحت أملك الدنيا. ألا تشفق على ذلك المسكين الذي سيسجن بسبب ما اقترفته أنت؟ أتكون عوناً لظروفه القاسية عليه؟ وأنا أيضاً كانت ظروفي قاسية، ولم يأبه أحد لصرخاتي، ولكنني الآن أقوى بكثير. لقد وصلت لقوتك من ضعف مسكين وقلة حيلته، وإن هذا والله العين الضعف. يا أنس، يا أنس، لقد كنت تسير نحو حلمك، لكنك لم تصبر على بلاء الله، وإنك الآن لفي الوهم ذاته. كفاك هراء، أخشى عليك أمواج الشر تتقاذفك بعد أن كان يحملك الخير. أخشى عليك من الغرق. الغرق؟ لا تقلق علي، ولا تبالي بأمري مرة أخرى. كيف لي ألا أبالي بأمرك؟ ترن ألو؟ ألو يا أنس، الحال، مامتك دخلت المستشفى وعملت حادثة. إيه؟ الحالة. أنا جاي حالا. أمي فين يا دكتور وعاملة إيه؟ عملنا اللي علينا يا ابني، وهي ربنا يتولاها برحمته. أنا هسفرها برا وأديها أكبر مستشفيات في العالم. حتى الشهادة بيساعدها، عملنا اللي عليها وزادة. انتوا اللي بتفهموش حاجة، انا هسفرها برا النهاردة. يا ابني، والدتك مش محتاجة علاج، والدتك محتاجة دعاء. التوبة التوبة يا انس، المسجد يا صديق. يا رب ما تعاقبنيش في امي، يا رب عاقبني انا بعترف بكل الذنوب يا رب، استغفرك يا رب. من في المسجد في هذا الوقت المتأخر من الليل؟ مين؟ شيخي أنس.
أجل هذا صوتك يا بني، كيف حالك؟ إيه اللي حصل لك يا شيخ؟ فقدت البصر. لقد عمي بصري ولكن لم تعمى بصيرتي بفضل الله. لقد أزعجني أنينك في هذا الوقت المتأخر من الليل، ماذا أصابك؟ ما افتكرتش قول أيوب وتوهتني الدنيا، وأمي أمي بين الحياة والموت، ظلمت وطغيت. ادعي لي يا شيخنا. ردا مظالم الأهلها يا بني، فإن الظلم ظلمات وبعدها تشرق شمس إيمانك من جديد يا بني. وتذكر وإن عظمت ذنوبك فإن خير الخطائين التوابون يا بني. حمدا لله قد أعاد صاحبنا المظالم لأهلها، وعفى عنه مديره لرصيده القديم في تفانيه في العمل، وشفى الله والدته. ولكن يا أنس، هذا الصوت اللعين مجددا. لا داعي لأن تنظر في المرآة مرة أخرى، فقد صرنا واحد، فأنا أنت وأنت أنا، فإلى أين المفر؟ لن أدعك يا أنس. ماذا؟ بعد أن سرت معي في طريقي تريد الهروب منها؟ لا، لا رجوع أبدا من تلك الطريق يا أنس. من أنت بحق ربي؟ إن كنت لا تعلم فتلك مصيبة، وإن كنت تعلم فالمصيبة أعظم. سأخبرك، تعال معي. إلى أين؟ تعال ولا تتكلم. قال تعالى: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر. أنت خير منه، فأنت من نار وهو من طين. كيف أسجد لمن خلق من طين؟ أنا خير من آدم، فأنا مخلوق من نار. قال تعالى: قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها، فاخرج إنك من الصاغرين. ربي أنذرني إلى يوم يبعثون. قال تعالى: فإنك من المنذرين. ربي بما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم، ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. علمت من أكون؟ أنا من وسوست لإبليس. أنا الكبر، أنا الغرور، أنا الوهم، أنا الأنا، أنا الأنا. انظر في مرآتي يا أنس، لن أبع، لازال بداخلك الخير الكثير، قاوم يا أنس. صديقي الطيب. أجل يا أنس، فأنا نقاؤك. وأنا شقاؤك. أنا فرحك وأحلامك. وأنا جرحك وأوهامك. قاوم، فأنا بذرة صلاحك. وأنا نواة طلاحك. أنا نفسك المطمئنة. وأنا الأمارة بالسوء. أنا أنت. لن تهرب من قبضتنا يا أنس. لن تنجو من سطوتنا. تذكر قول أيوب يا أنس. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لماذا سكتت يا أنس؟ لقد كادت قواهم أن تخور بذكرك. ماذا تتوقع في بحر من أمامك وعدو من خلفك سوى الهلاك؟ كلا، إن معي ربي سيهدين. لا تصمت يا أنس، لا تصمت، فدعاؤك يدك قلعهم دكا. تذكر قول ذي النون يونس. ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أجر عبدك الضعيف، أجر عبدك الضعيف، أجر يا عبدك. أنس. يا ما أنس، شو صار لك فيه يا مو؟ يا ما خلصني عليك يا أنس، عم لقيتها بتقول أجر عبدك الضعيف. شو صار لك يا مو كبور قلبي؟ كبوس يا أمي، كبوس. روح الله يرضى عليك، صلاة الصبح الله بيوفقك إن شاء الله. الصلاة خير من النوم، الصلاة خير من النوم. التفت للمرآة يا أنس، إلى أين أنت ذاهب؟ في وسط السهرية وبعد العشية اجتمعنا إحنا والجوالة. إلى 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 وتعالى الروح في سمرنا إلى إلى إلى.
حرك الوضع تعالي. يا سيد حرك الوضع تعالي.